والآن إلى آخر أخبار الطقس. الآن أيضاً مع مصطفى ميزار، تفضل. شكراً من جديد نهى، وشكراً أيضاً يوسف، وأهلاً بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة، وهذه الجولة الأخيرة نستعرض فيها مع حضراتكم أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الأربعاء طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الجو أيضاً حار رطب على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة رطب ليلاً على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وكذلك السواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة، وفيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 35 درجة والصغرى 24، ويكون الجو فيها حار. أما عن محافظة الإسكندرية 33 درجة والصغرى 24، يكون أيضا الجو فيها حار. في مطروح 31 24 ويكون الجو حار. في بورسعيد 31 25 يكون الجو حار. في الإسماعيلية 36 23 ويكون الجو فيها حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 36 درجة مئوية والصغرى 24 ويكون الجو حار. في العريش 32 24 يكون الجو فيها أيضا حار. في طابة 35 24 يكون الجو حار. في شرم الشيخ 39 29 يكون الجو حار. في الغردقة 39 27 يكون الجو فيها حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 43 درجة مئوية والصغرى 26 درجة ويكون الجو فيها شديد الحرارة. في محافظة أسوان 43 درجة 28 أيضا الجو هناك شديد الحرارة. في الوادي الجديد 43 29 أيضا الجو شديد الحرارة. في شلاتين 38 28 يكون الجو حار. وأخيرا حلايب 35 27 يكون الجو فيها حار. والآن نترك حضراتكم مشاهدين الكرام مع درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم ومن المدن العربية والعالمية.